نروح لتامر. اتفضل اتفضل يا تامر. انا عاوز اعرض الحالات بقى على طول عشان اوري لك المشاكل اللي عندهم، لان عندهم مشاكل دفاعيه بالجمله في حاجات امور كتيره جدا. طب يلا بينا. لو بدانا بمباراه السد وبداوا يعرضوا الصور سريعا، يلا هشرح لك ايه الحاله حاله. اولا زي ما قلت لك ابراهيم عندهم البرشامه عشان ترتيب الماتشات، والله جن ترتيب الماتشات وبيذاكر من بره، بيذاكر من ورانا من ورانا. ده طبعا يلا. التمركز بتاع حتى نفس عز جايب نفس اللقطه لما بيخسروا الكوره في حاله بنيه الهجمه 4 4 2 او 4 4 1 1 اللي بعده يا شباب نفس الموضوع. بس هي ميزه عندهم يا ابراهيم ان الاربعه اللي ورا واربعه نص الملعب خطوطهم قريبه من بعض، ماشي، صعب انك تتحرك ما بين الخطوط، حالتهم الدفاعيه مقفلين مقفلين تلعب بين الخطوط ما تعرفش. يلا نمشي باللي بعديه. الحاله دي ده احمد ياسر يشبه شويه اسلوب لعب ايمن اشرف. هو راجل سنتر باك بيمين ناحيه الشمال. حط عينك على المعز علي، بص المعز علي الراجل الاسمراني اللي جاي من ورا سبرنت ده. الراجل هيلعبها له طويله، هيوديه انفراد زي ما ايمن اشرف احيانا بيعمل بالظبط، حطها في ظهر المدافع. الراجل المعز علي اللي بعديه يا شباب يلا سارق راح انفراد لو هو مركز قبل ما تنزل على الارض برجله الشمال، ماشي. يبقى اضغط ايمن اضغط ايمن اشرف بتاعهم، اضغط ايمن اشرف. طب برافو عليك برافو عليك. طيب اضغط ايمن اشرف بتاعهم دي، خد بالك برضه هتخليك ما تدافعش بثلاثه، لان عشان تقدر تضغط او تحط ضغط عالي انت هتبقى محتاج عدد اكبر في وسط الملعب علشان خاطر تعرف تضغط، عشان تعرف تقرب مساحاتك، يا اما هتستغنى عن جناح من الجناحين بالشكل. يبقى قدامك حل انك تعمل تلعب بثلاثة في نص الملعب، او تلعب زي ما قلت لك، او العب زي ما قلت لك، بس انا مش مقتنع. ايوه كمل بس وبعدين نوصل للتشكيله. الصوره اللي بعديها يا شباب هم هنا بيشتغلوا من على الاطراف زي ما قلت لك كويس جدا. في نقطه بس مهمه يا ابراهيم قوي، ممكن تلاقي المعز علي يبدل مع دودو، ماشي. لكن مستحيل ادميلسون يتخلى عن الطرف اليمين، ماشي. يعني ادميلسون اللي في رجله الكوره، ماشي، خلاص. مين اللي ضم له المره دي؟ اللي بيجري في ظهر المدافع. الراجل المره دي ده اللي ضم لجوه دودو، ماشي. ومين اللي طلع مكان دودو؟ رقم 19 المعز. هنا المعز علي 19 علي. وبيفضل 26 اولانجا هو المهاجم الصريح. يبقى الناس تاخد بالها من رقم 19 معز علي، الناس تاخد بالها من رقم 10 اللي هو دودو، الناس تاخد بالها من ادميلسون دودو 77 77 يبقى ادميلسون هو ال 10. الناس هتاخد بالها من اللعيبه ديت، ماشي. هنا ادميلسون في رجله الكوره وهيدخل لجوه، ودودو هيتحرك له في ظهر المدافعين زي ما انت شايف. 77 دخل جوه ال 18 والمعز علي رجله جوه ورجل بره ال 18، حطها لدودو. اللي بعديها يا شباب يلا، حطها لدودو، عنده مساحه كبيره جدا عملها لاولانجا على الارض، كان ممكن يحطها جول لكن ما نفذهاش. هنا بقى نيجي لاول حاجه كارثيه عندهم، وهي اسماعيل محمد الباك رايت بتاعهم. ماشي. على طول واحد ضد واحد، يلا يا شباب على طول مترقص، ماشي، على طول مترقص. دي اقصى حاجه ممكن ينزل يساعده فيها ادميلسون على بركه الله، يعني عم كهربا في الحته دي عم الناس. يلا اللي بعديها يا شباب، بص كم مره مترقص. اولا الكره اتعملت لونج بول، ما معوش اي حد. لا ارجع للصوره دي معلش يا شباب، الكره على راسه. طب ما الراجل ادميلسون قدامك على الارض، ما تسلمه براسك، ماشي. ده عمل كارثه، قام حاططها للاثنين الابيض في العمق وطلع هو بره اللعب. وبعدين امشي يا شباب، اتحطت ببطن رجله، رايح مقدر الكره غلط، رجله على طول فوق، ودي ممكن تكلفه انذارات. الراجل مرقصه واحد ضد واحد مترقص. اللي بعده يا شباب لبسه كوب، بص رجله فين. لا ارجع للشباب، رجله على طول فوق يا ابراهيم. احنا بنقول كده لعيبه الاهلي ما تخافش، بالعكس تتجرأ تستغل ده، تستغل ده، تغلطه، تتجرأ وتشتغل معاه واحد ضد واحد. الراجل رجله على طول، دي انذار لان الكره دي لبست في قصبه رجل الراجل. يبقى اللي هيلعب الناحيه دي لازم يفسح رقم 7. مظبوط. اللي بعده اللي بعده الراجل اترقص، بص اتحط في ظهر الاثنين الابيض واشتغل، بدا مهدي بن عطيه يطلع لبره، اتعملت للي جاي من تحت برجله الشمال في العارضه، كانت واحده من الفرص الخطر جدا للسد. اللي بعده يا شباب خبطت في العارضه وكانت فرصه خطر جدا. اذا اللعب كله جاي منين؟ من ناحيه اليمين. يلا يا شباب بص بقى، دي واحده من التمركزات الغريبه ناحيه اليمين. يبقى اذا الراجل رمى هنا معلول وكهربا يضايقه، ماشي، بالظبط. ومين هيامن ظهرهم؟ مين بقى هيأمن؟ عشان كده انا بقول لك ايمن اشرف وديان. في ماتش بيراميدز هو كان بيأمن بطريقه ثانيه خالص، وبيأمن بان مجدي قفشه راح لهم. طيب. فبقى المشهد العام ان في سواء حسين الشحات او طاهر شمال ومعاه علي معلول ومجدي قفشه واقف وراهم ثالث، فما نفقدش الكره اصلا. طيب. فاهم؟ فهو ده فكرتين. اذا اذنتولي اخد بس من الردود الافعال بتاعت الناس على السد وخد الحاله. طب اتفضل يلا. يلا اللي بعدي عشان اوريك بس نقطه ضعف كارثيه عندهم. اتفضل. بص الراجل بيعمل ايه يا ابراهيم؟ الكره ملعوبه على الارض، الراجل واقف اصلا غلط.
عنده الفوتور كمان بتاعته ضعيفه جدا، قدر الكوره غلط، فاتت الكوره من ظهره، الراجل لو لطش بشماله كويس، هو شاط بس ما حطهاش في زاويه، خبطت في ايد الجول وطلعت ضربه ركنيه. اللي بعده عشان اسماعيل احمد عنده مشاكل كبيره جدا في النواحي الدفاعيه. اللي بعده يا شباب دي كانت هجمه للدحيل. طيب اتقطعت، كانت عن طريق ادميلسون اللي في الطرف اليمين، اتقطعت. نكمل اللي بعديه، بص راحت لفين؟ راحت عند الطرف في ظهر ادميلسون فرقة السد. بص بقى الاربعه اللي قدام راجعين ازاي؟ لا ارجع يا شباب الفريم اللي فات، بص الاربعه الاحمر البطء في الارتداد راجعين ازاي؟ امشي بقى يا شباب وفرجهم على المساحات اللي في نص الملعب الشاسعه. علما بان احنا بنتفرج على ماتش السد واللي هو فريق تقيل، اللي هو بالنسبه لهم انت ده زي ماتش الاهلي اللي هو. عشان كده يا جماعه يعني انا بشكركم طبعا والله العظيم، انتوا يعني 10 على 10. كان انتوا قلتوه ده امبارح لو انتوا ركزتوا، موسيماني كان بيتكلم في الجزئيه ده، قال لك لا فرقه جامده وفرقه كويسه، بس انا اتفرجت عليهم في ماتش السد، ولما احب اقارن بالماتشات الكبيره هم اتعادلوا مع السد. مظبوط، تاكيدا للكلام اللي انتوا وانا بعرض الحالات دي يا ابراهيم عشان اطمن الناس الفرقه. انا كنت متوقع انها اكبر. اتغلبوا من السد، هاتريك بغداد بنجاح. اللي انا عايز اقوله لك ان احنا مش بنخوف الناس، بالعكس انا شايف ان عيوبهم اكتر بكتير من مميزاتهم. دي نقطه انا لاحظتها عليهم. بص المساحات، كمل. بص المساحات الناس أربعة على كام ومع ذلك بيعملوا هجمة في منتهى الخطر، بس ده لو كان عمل الكروس صح. طيب. اللي بعده يا شباب، آخر حالة في ماتش سأدير الرقابة الدفاعية الكارثية في الضربات الثابتة كمان. الضربات الثابتة عندهم مشاكل فيها، ده كان فاول للسد. بص الرقابة الدفاعية السيئة، امشي يا شباب. أولا الراجل اللي في ظهر المدافعين متساب. اللي بعده، طيب أنا الوقت بيجري يا تامر، لازم بقى خلاص كده ارجع للفريم اللي فات. بص الراجل رقم 3 الاسمراني متحرك في ظهر 2 احمر ومش متراقب، كمل كده بقى الكروس اتعمل. بص نازل على كمل اللي بعديه، فاضي خالص. بص فاضي خالص، الكره دي جول، يا اما على يمين الحارس على الارض جول، يا اما على شمال الحارس على الارض الكره جول.